أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد موت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه خلق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقولون أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين إلا وكان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا تعلم أنهم بالآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم لا أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي الرأي وما نراكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم فلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول مني ولا
ولا أقول للذين تزدري أعينكم للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلنا فأكثر دجالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن لا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما منعه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح إنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ذل عماك ويا سماء واقلعي وارجعي الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل ولا القوم ظالمين ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعوذ أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وبرحمي أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا تراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتم ما أرسلت به إليكم ويستقبل ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناهم والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جادوا بآيات ربي وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد
الرب ولهود العدل قوم هود وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من الله غيره هو أنشأكم من الأرض استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد مود فينا مرجوا قبل أتنهانا أن نعبد ويعبد آباؤنا إننا في شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة ومن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه الأرض الله لكم آية وتبارك كل بيد الله ولا تمسوها بسوء ويغضبكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأن لم يغنوا فيها لئن ثمود كفر ربهم ولهود لثمود ولقد رسولنا إبراهيم اليسرى قال سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأيه لا تصل إليه نكرهم وجسد منه ضعيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقول قالت يا ويلتى أهل وعجوز وهذا علي شقا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعلمنا من أمر الله رحمة الله بركاته عليه أهل الغيث إنه حميد مجيد فلما ذهب من إبراهيم الروع وجاءته بشرى جدنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بذرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يجرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بقوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سبلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مستومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال من إنسان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اعبدوا المكيال من إنسان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءه ولا تنقصوا إلا للمفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك وتأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت العليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن مكاره وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا بحمد منا وقد الذين ظلموا شعيب وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بود للمدينة كما عاد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة ولهم النار وبئس الورد في هذه العتوة يوم القيامة بئس الرفد المرفود لتبنن بعد القرى نقص عليك منها قائمة قائم وحشيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمين نصب عليهم شديد إن في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مشهود وما نوقفه إلا لأجل معدود يوم تتكلم نفس إلا بإذنه فمن شقي وسعيد فأما الذي شقوا فإننا لهم في عذاب وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد وأما الذي سعد فجل الظالم فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفون نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب وإنا كل لما ليوفينه ربك أعمالهم إنه بما يعمل خبير فاستقم كما أريد أن تتابع ولا تقضوا إنه بما تعمل بصير ولا تبنوا إلى الذين ظللوا وتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله يدي أجر المحسنين فلولا كان القرون من قبلكم والبقية لهم عن الفساد إلا قليلا ممن نغيل منهم واتبع الذين ظلموا وأترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ولو شاء ربنا لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمثل بربك لأمانا أنا ومن الجنة والناس أجمعين وكل أن نقص عليك من أنباء يسر ما تثبت به فؤادك وجاءك في هذه القوم وعيدك وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على بلدكم إنا عاملون وانتظر إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يدعى الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بالغافلين عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا
نعبد لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدون لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدرب ربك ويعلمك من تأويل الحديث فيهمني وتلو عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليسوا أخوه عبد الله بنا منا ونحن نصبا إنا بنا في ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض سيئاتهم كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يتولى وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وجمعوا يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا ليلة ربي أنهم يعملوا هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنقذ بمؤمن لنا ولكنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة مباشرة والد مباشرة للنوى قال يا بشرى لا تغلل وسره ببضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن مقصد إبراهيم وعبد الله وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرم مثواه عسى أن يمرنا واتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيا لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد هامت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي فذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قمشه من دبر وألبى يا سيدها هل الباب قالت ما جزاء من أراد يهلك سوءا إلا يجتنى عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قمشه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قمشه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قمشه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراب وتهى عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت ادخل عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسألن وليكونن من الصاغرين قال رب استجب عبدي مما دونني اليه والا تصفني كيدهن نصب اليه واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه وسرع من كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل ولا ازيغ قدما فاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبذتما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركته مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علي وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن يا رب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن لما أحدهما يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب وتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذكر ربي ولبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم من رؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام عالم قال الذين كفروا وارتكر بعد أمتنا ربكم من تأويله يرسلون يوسف ويسري قاتلنا في سبع عقارات سمان يقولون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم وتذروا في سنبل إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاص الناس ويعيه تحصدون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شجاب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاص الناس فيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك يعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين